اهلا بيك اصدقائي المهندسين في قناه كلهم كات فور انجينير انجينيرنج سوليوشن. النهارده هنتابع مع بعض سلسله الفيتشرز اللي بنتعلمها مع بعض في سوليد وورك. احنا الحلقه اللي فاتت كانت اول حلقه اتعلمنا مع بعض فيتشر الاكسترود. تمام، النهارده هنشتغل مع بعض على الاكسترود كات. تابعوا معانا الفيديو، يلا بينا نبتدي على طول. احنا اول حاجه طبعا زي ما احنا متعودين بنعمل سكتش لأي رسمة معانا. تمام، فلنفرض ان احنا هنعمل على مستطيل ريكتانجل ونديها بعض دايمنشن، مش هيفرق بقى معايا الدايمنشن، انا بس مجرد بس دليل عشان خاطر اقدر اشتغل عليه. اول حاجة بعملها عشان اطبق الاكسترود كات لازم يبقى عندي الجسم بقطع فيه. تمام، طيب انا عشان دايب عندي جسم لازم ابتدي بالفيتشر الاولانية اللي هي الاكسترود بوس بتاعتنا. تمام، احنا عموما شرحنا قبل كده الحلقة اللي فاتت الاكسترود بوس وهنلاقيها تحت في الديسكريبشن اللينك بتاعها، كل التكنيكس بتاعتها احنا شرحناها. طيب نعمل كده اوكي. عندنا مثلا المكعب ده، كيوب ده، عايزين نعمل فيه شغل القط بتاعنا. حاجة بسيطة جدا، هنيجي على اي فيس فيه ونعمل سكتش. تمام، نفرض مثلا كده عايزين نعمل هنا سيركل، وعايزين نعمل، خلينا نبتدي واحدة واحدة. نعمل اول حاجة السيركل دي. تمام، انا عايز بس اخليها في النص vertical، اديها اي dimension عشان تديني بس تبقى فول دايمنشن. طبعا لسه ما ظبطتش عشان لسه في دايمنشن ناقص عندي. تمام كده بقت فول دايمنشن. طيب ادي عندي الجزء اللي انا عملته السيركل عندي، عايز اعملها اكسترود كات، عايز اديها بقى كات على الكيوب ده. هعمله ازاي؟ هاجي على الفيتشر وادوس اكسترود كات. تمام، لو ناخد بالنا اداني سهم والمكان اللي هيبقى فيه واصل لغاية فيه الكت. طب هنيجي عندنا احنا في الجزء بتاعنا هنشوف ايه اللي موجود عندنا. نفس الفكرة، عندنا بلايند ونفس نظام الاكسترود بوس اللي هي البلايند لغاية حتة معينة انت عايز تعمل فيها الكت، ثرو اول لغاية كيوب كله، ثرو اول بوث دي في حالة ان انت مثلا عامل الدايرة دي على البلين اللي في النص، هوريها لكم برضو. تمام، up to next يعني هتاخد لغاية اقرب فيس عندك، يعني فلنفرض ان مش هو ده الفيس اللي موجود عندك. تمام، في فيس في النص مثلا، فهيبقى up to next اقرب فيس عندك، هيدخل على الفيس اللي بعده على طول، هيبقى ليك cut. up to vertex لو انا عايز اعملها لغاية نقطة معينة، up to surface لغاية surface معين اذا كان الفيس ده، او طبعا لو في فيس تاني الناحية التانية، offset from surface احنا بنتكلم برضو اللي هو offset من surface ده، يعني مثلا هندوس على surface ده مثلا. تمام، لو خدت بالك بص هو لغاية هنا، طب انا لو خليت دي مثلا 50 هنلاقيه زاد لان هو 50 من السيرفيس بتاع اللي تحت. تمام، اب تو بادي احنا قلنا ده في حاله ان انت عندي كذا بادي شغال بيه، ف يعني من القط من الجزء ده لغايه بادي معين، وميد بلين اللي هو الخط في النص. طب احنا نبتدي واحده واحده. عندنا بلايند، انت خلاص احنا عارفين لغايه رقم معين. تمام، تمام هندوس اوكي كده، هو كده عامل معايا لغاية جزء معين. لو جينا عملنا خدنا سيكشن، خدتوا بالكم هو عمل قط لغاية هنا. لو جيت عملت لا خليتها سرول هيبقى على الكيوب كله. تمام، طيب ايه الحاجة التانية اللي انا عايز اعملها؟ تمام، الدرافت. طبعا الدرافت نفس فكرة الاكسترود، ان انا ممكن
ازود درافت كده يبقى بالمنظر ده، يبقى عامل زي الكون. وممكن درافت اوت وورد يبقى الكون مقلوب، كل ما ازود الكون بيبقى مقلوب. تمام، بالطريقة دي يبقى انا شغال مظبوط. لو لغينا الدرافت هيرجع زي ما كان. دايركشن 2 ده في حالة ان انا في النص، يعني هنيجي نعمل احنا جزء في النص، فلنفرض ان احنا خلاص كده اتفقنا الشكل بتاعنا كده اهو، هلغي السكشن. طيب في ايه التركات التانية اللي موجودة معانا في ال في الكات اللي ممكن نستخدمها؟ احنا هنعمل سكتش تاني. لو جينا حبينا نعمل ارك كده 3 بوينت ارك كده كده، ادوس اوكي، اديها سمارت دايمنشن اي رقم مش مشكلة. تمام، هيبقى انا عندي الكونتور ده هعمل له كات، هاجي على الفيتشر واعمل كات للكونتور ده. هل طبعا متفقين ان انا عندي في العين دي الديتيلد فيو اقدر اعرف منها شكلها هيبقى ازاي؟ يعني لو كده بصوا هيبقى شكل بالطريقة دي. طب حضرتك تقول لي انا ليه قلب معايا، ليه خلى بالطريقة دي، ليه خلى عندي ان هو يعمل بالعكس؟ تمام، لان انا مش قافل الكونتور ده، انا عندي الكونتور اللي هو المقفول اللي ورا. فلما جيت دوست هنا، لما جيت دوست كده على الارك، هو خد الكونتور المقفول اللي هو الجزء اللي ورا ده، ده اللي عمل له كات. عشان كده لما عملت ريفيو هو عمل لي كات على الجزء اللي ورا. طيب لو حبيت ادوس هنا مش هيدوس، لان هنا مفيش كونتور مقفول. وبعرف من الكونتورز دي ان انا بدوس على سيلكتد كونتورز. تمام اهو، بدوس على الكونتور ده اللي انا عايز اعمل له كات. طيب لو انا عايز الكونتور ده، ده اللي انا بعمل له كات. تمام، فلا انا عايز اعمل الكونتور ده هو اللي عامل له كات. تمام، وريني كده شكله هيبقى ازاي، هيبقى بالشكل ده كده. ندوس اوكي، بالشكل ده الكونتور اتعمل له كات بالجزء ده. احنا عملنا هنا الكونتور ده عملنا له كات لغايه ايه؟ بلايند لغايه 42. طيب انا لو عايز اعمله اوفست فروم سيرفيس، حاجه من السيرفيس ده، وعايز اعمله اوفست مثلا 20، سوري 20، يعني ياخد من السيرفيس ده 20 ويطلع ويعمل لي الكات. طيب ده تركية تانية. في ايه تاني موجود في الكات؟ نيجي مثلا نعمل كده هنا تاني سكتش تاني. ونيجي ناخد نعمل كده ريكتانجل كده مثلا هنا. اوكي، ونعمل له سمارت دايمنشن برضو اي حاجة. اوكي تمام، انا السكتش ده لو خدنا بالنا الريكتانجل دي موجود نصه بره ونصه جوه، ده لهدف معين انا عايز اعمله، هنتابعه مع بعض. هنيجي نعمل فيتشر ونعمل اكسترود كات. طيب ناخد بالنا هنا عندنا في امر الثين فيتشر. تمام، لو جينا دوسنا على الثين فيتشر كده، زي ما احنا عارفين في وان دايركشن من جوه ومن بره، وعندي في الميد بلين ان الرسمة بتاعتي يبقى هي في النص، وعندي من الديو دايركشن انا بختار الداخلي والخارجي قد ايه. تمام، الداخلي اهو والخارجي اهو، دي واحد ودي اتنين. تمام، لو جينا وان دايركشن كده، اخترنا الوان دايركشن وعملناه داخلي، هنخلي العشرة دي اللي هي ثين فيتشر اللي احنا قلنا قبل كده لو نفتكر في الحلقة الاولانية في الاكسترود، ان هو المسافة ما بين الجزء اللي جوه والجزء اللي بره، من اول الرسمه للجزء اللي جوه مسافه قد ايه. يعني مثلا لو خليتها 5 هلاقي المسافه قلت وبقى عندي الثيم فيتشر، يبقى الثيم فيتشر بتاعتي سمكه قد ايه. تمام، طب ايه اللي ممكن كمان نعمله في الثيم فيتشر؟ لو احنا عملنا الثيم فيتشر دي وخدنا عملنا درافت، تمام، وزودنا الدرافت بتاعنا كده، نيجي نبص كده على الشكل، شايفين الشكل هيبقى منظره ازاي. دي تركاية موجودة، انت لو حبيت تعمل الشكل ده تمام هيبقى صعب جدا، هتضطر تعمل سكتش بكت وتعمل من جوه سكتش.
عشان خاطر تقدر تعمل الجزء ده وتنزل بيه بزاويه لفه. فالثيم فيتشر مع الدرافت بيقدر يعمل لي شويه شغل كويسين في الرسومات اللي زي كده. تمام، حاجه محترمه جدا يعني. تمام، لو دوسنا اوكي هنشوف الشكل اهو بالطريقه دي. طيب، من ساعات بنلاقي رسومات برضو في التركات التانية، بنلاقي فيه ان الجزء ده كده مشطوف بدايرة بأرك، فبرضو دي سهلة جدا. هاجي كده اعمل هنا سكتش، تمام، وهاجي اخد اعمل ارك بالقيمة اللي انا عايزها، فلنفرض كده مثلا، ودوس سمارت دايمنشن اي قيمة. كده بقى معايا فول دايمنشن. هاجي اعمل فيتشرز كات، تمام، زي ما اتفقنا هعمل سيلكت كونتور، هعمل الكونتور بتاع اللي هو ده. تمام، طيب هو بيقول لي لغايه فين، هل بلاين 42 ولا ثرو اول ولا ثرو اول بوس. لو خدنا بالنا انه مش مديني كل الاختيارات، لان هنا في حاجات محدده معموله. تمام، هنقول ثرو اول لغاية الآخر وأدوس أوكي. شايفين الشكل بقى منظره إزاي؟ شايفين شكل، لو حبينا نعمله هياخد مجهود فظيع يعني. طيب، في إيه تاني ممكن نستخدمه في الكت؟ لو أنا عايز أعمل عندي كات بقى، نستخدم الثرو اول من الثرو اول بوس. تمام، هاجي اعمل ريفرنس جيومتري هنا على البلين، عايز بلين كده في النص، او مش محتاج ريفرنس. تمام، انا ممكن اخد بلين كده اهو، الرايت بلين مثلا، واعمل عليه سكتش. تمام، طبعا انا مش هبقى شايف قوي، فممكن نعمله واير، خلينا زي ما احنا، خلينا زي ما احنا، مش مشكلة. هنعمل سيركل، تمام، هنعمل مثلا دايرة كده، وهنعمل نديها دايمنشن 5، ونديها نخلي الاثنين vertical horizontal قصدي. تمام، وندي dimension تالت عشان خاطر تثبت معانا. dimension بالعكس، ماشي، عايز dimension من على الجنب هنا، ماشي، ادوس اوكي. طيب، انا مفروض عندي ال circle دي موجودة في نص الرسمة. هنا اقدر استخدم through all boost through cut من السيرفيس زي ما انا عايز. يعني مثلا عملنا extrude cut، ناخد بالنا ان هو اداني من ناحية واحدة اهو blind، لا انا عايز مثلا through all boost، يبقى هو عملها الاتنين مع بعض. لو عايز up to next، فلنفرض بقى up to next، شايفين up to next هو واخد حلقة direction التاني مثلا، وده up to next لغاية الفيس ده بس. انا ممكن اعمل الدايركشن التاني مثلا offset from surface، تمام، وخليه من السيرفيس ده، او خليه سرقه لبرا عشان يبان blind لغاية الاخر. يبقى انا عملت ده up to next، تمام، وعملت ده لغاية الاخر، وادوس اوكي. okay. شايفين هنا عمل لغاية طول لغاية الأول، وهنا ادالي بنفس زاوية الميل بتاعت الدايرة. يبقى دي فكرة الـ up to next. حاجات جميلة جدا في الكات ممكن تتعمل، تمام، مش صعبة، حاجات سهلة، بس محتاجة شوية شغل، شوية تدريب. احنا بالطريقة دي اتعلمنا مع بعض عملنا ازاي شغل القط. ارجو نكون اتعلمنا مع بعض. ان شاء الله الحلقة الجاية هندخل بعد كده على فيتشرز تانية، فيتشر الريفولف.
تمام. فانتظرونا في الحلقة الجاية فيتشر ريفولف، عايزين نتعلم كل فيتشر مختصة بذاتها، بنستخدمها ازاي، ايه التركات اللي ممكن نستخدمها فيها. زي ما شفنا كده النهاردة التركاية اللي موجودة في الكات معانا، التركات اللي موجودة في الكات ازاي بنستخدمها وازاي نقدر نعمل اشكال منها. تمام، اتفرجوا معانا، هنتعلم حاجات حلوة. اشتركوا معانا في القناة وشيروا القناة. شكرا ليكم، كان معاكم المهندس بشوي، قابلكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.